يعطيك العافية جميعا. أول كومبوننت لازم يكون موجود عندي بأي مودرن بلوك سايفر اللي هو الـ permutation or transposition box اللي هو عبارة عن الالجوريثم اللي من خلالها احنا بنخربط البيتس الانديفيدوال بيتس اللي موجودين بالداتا بلوك. اوكي، حتى انواع البيرميتيشن او ترانسبوزيشن بوكسز تتجزا عندنا ثلاث انواع اساسيه، عندنا ستريت بيرميتيشن، عندنا الكومبريشن بيرميتيشن، وعندنا الاكسبانشن بيرميتيشن. ومن اسمائهم ستريت بيرميتيشن عدد الانبوت بيتس مكافئ لعدد الاوتبوت بيتس. كومبريشن بي بوكس هو اللي فيه عدد الانبوت بيتس يكون اكبر من عدد الاوتبوت، يعني بدي اعمل كومبريشن للداتا، بدي اقلل من حجم الداتا فالاوتبوت يكون اقل من الانبوت. بالمقابل الاكسبانشن بي بوكس من اسمها الاوتبوت بيتس، عدد الاوتبوت بيتس اكبر من عدد الانبوت بيتس. ف اجين ثلاث انواع اساسيات: ستريت عدد الانبوت والاوتبوت متماثلين، كومبريشن عدد الاوتبوت بيتس اقل من الانبوت بيتس، وال expansion عدد الـ output bits أكبر من input bits. طبعاً ما في عنا إشي بيحكي لنا إنه في عنا ضروري لازم يكون fixed mapping، أو طبعاً fixed mapping هو، ولكن كديزاينر أنت مش ملزم إنك تستعمل mapping معين. يعني ممكن أنا أستعمل أي mapping، بالأخص في حالة الـ straight p-box أنا ممكن، طبعاً كنا بنحكي عن data bit، فأنا عندي مضروبة ثلاث، هو ست احتمالات، كنا نحكي عن 5 بيتس احنا بنحكي عن 120 احتمال، 10 بيتس بنحكي عن مضروب العشرة، هي عدد الاحتمالات اللي موجودة انا عندي. فما في عندي اشي بلزمني بطريقة معينة، برجع للديزاينر شو الطريقة اللي ممكن يسويها. طبعا الطريقة اللي تم الاصطلاح عليها بتمثيل البيرميتيشن بوكسز بشكل عام ضمن السايفرز هي من خلال بوكس يحتوي على البيتس والانديفيدوال بيتس واللوكيشن الانديفيدوال بيتس كانبوت. فالمثال اللي امامكم زي كانوا بحكي انه الاوتبوت بيتس، اول بيت بالاوتبوت بيتس هو اللي كان رقمه 58 كانبوت، ثاني بيت بالاوتبوت بيتس هو اللي كان رقمه 50، بعدها رقمه 42 عن الاندكس تبعه بنحكي، بعدها رقمه الاندكس تبعه 34، بعدها الاندكس تبعه 26، بعدها الاندكس تبعه 18، وهلو مجرى لحد ما أخلص كل البيتس اللي أنا عندي. Example على 8x8 8 bit input 8 bit output straight permutation box بحكي لنا design an 8x8 permutation table or permutation box for a straight P box that moves the two middle bits اللي هم نتفرج على 8 bit. فأنا عندي ال middle bits الرقم 4 ورقم 5 in the input word to the out to the two ends, bit 1 and 8. In the output words, relative positions of other bits should not be changed or should not be affected. يعني البيت الرابع والخامس يروحوا على الextreme ends، فالبيت الرابع يكون بالبداية، بعدها البيت الخامس، بعد الرابع يجي البيت الواحد 2 3، بعدها 6 7 8، بعدها البيت الخامس. فهي design ل such an example. Okay. هلا المشكلة اللي موجودة أنا عندي إياهم، إحنا كان عندنا ثلاث أنواع من ال شو هون، عندنا ثلاث أنواع من ال permutation boxes: straight, compression, expansion. الوحيد اللي بنعتبره invertible P box اللي هو ال straight. في حالة compression أنا عم بقلل، يعني أنا كان عندي ثلاثة بت، ده شيء داخذ منهم مثلا زي الإكزامبل الموجود أمامكم، البت الأول والبت الثالث، ثم صار راح يصير رقمهم واحد واثنين. طيب إذا بنرجع برجوع وبدي أعمل ريفيرس لإله، بدي أعمله إنفيرجن. طيب البت الأول راح محل الأول، البت الثاني راح محل الثالث، البت الثاني شو أحط فيه؟ أحط فيه زيرو ولا أحط فيه 1؟ ما في عندي أي معلومات تعطيني إنديكيشن إنه هذا البت اللي هو رقم اثنين شو اللي أحط فيه داتا، فإذا ما راح أقدر أعمل له إيش؟ إنفيرجن. في حالة الإكسبانشن أنا كان عندي 2 bits، صار عندي مثلا هون كإكزامبل كان عندي 2 bits صاروا 3 bits. طيب لما نتفرجني أرجع برجوع، مثلا البت الأول اللي هو نعمله duplication لواحد واثنين،
واحد واثنين بدي ارجع للاول، هل في شيء بيضمن لي انه البت الاول والثاني يكون لهم نفس القيمه؟ يعني اذا كان قيمه البت الاول والثاني 0 0 او 1 1 اوكي نفس الفاليو تمام، ولكن في لو كان قيمه البت الاول 1 والثاني 0 او الاول 0 والثاني 1، يعني في كانت قيم مختلفه، كيف بدي ارجع؟ شو اللي اختار؟ اختار 0 ولا اختار 1؟ ما في عندي شيء بحكي لي انه بالاكسبانشن بي بوكس اللي عمله انفيرجن باخذ البت الاول دائما او باخذ البت الثاني، او كان ثلاثه بس باخذ البت الثالث، ما في عندي شيء بحكي لي زي هيك. وبالتالي both compression p box will expansion p box ما بقدر اعملهم inversion. هذا لا يعني انه ما لهم significance بال cryptography، لا لهم significance وراح نشوف بعدين كيف ال significance تبعهم. اوكي ولكن فكره هون انه ما بقدر ارجع اعملهم inversion. الوحيد اللي بقدر اعمله inversion اللي هو ال straight بي بوكس. فهون عندنا اكزامبل كيف نعمل انفرجن للستريت بي بوكس. بحكي لنا الاوريجينال تيبل او البي بوكس تيبل انا عندي اياه هو كان الاول بالبت السادس بعد الثالث بعد الرابع بعد الخامس بعد الثاني بعد الاول. بعمل انفرجن نتبع البروسيجر الاتي، بمسكهم بحط تحتيهم الانديسيز من واحد ل ان هو عدد البتس، بعديها بعكسهم بحط الاندكس جوا البوكس وبحط الداتا اللي كان جوا البوكس براته، بعدين برتب الداتا اللي جوا البوكس بناء على الداتا اللي برا البوكس. اوكي التابل اللي بيطلع عندي اياه هو الانفرجن تابل. لو تجربوا هذا المثال وتعطوه داتا معينه وتشوفوا تحكوا اوكي اذا انا عندي 6 بيتس بدي اعملهم بيرميتيشن بيعطيني كذا اوتبوت، هل اوتبوت لو دخلته على الانفرتد تيبل هل بيرجع لي الاوريجينال انبوت ولا لا؟ عشان تشوفوا انه بتزبط معنا، اذا زبطت معكم مش غلط تجربوا كمان بيرميتيشن بوكس ثاني وانتم تكونوا طلعتوا له القيم موجود جواته وتعملوا الانفرجن وتجربوا بالداتا وتشوفوا اذا بتزبط معكم ولا ما بتزبطش. هذا كان بالنسبه لاول كومبوننت عندنا اياه. الكومبوننت الثاني ان شاء الله اللي هو substitution box راح نغطيه بالrecording اللي ثاني واللي بعديه. يعطيك العافية.